السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نعمل تخطي لحساب جوجل لجهاز واي 7 برايم 2019 هواوي دي يو بي الاكس 1. تمام يا جماعة، يا ريت في البداية إذا مش مشترك بالقناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. نسبة المشتركين 30%، 70% غير المشتركين. يا ريت يا جماعة تشتركوا بالقناة عشان نضل متشجعين ننزل فيديوهات لكل الأجهزة، كل جهاز بيجينا ننزل له فيديو، نتساعد مع بعض ونسهل على بعض الأمور بشكل أسرع. اليوم نستعمل أداة حلبتك. طبعا ما راح أقدر أخلي لكم رابط الأداة موجود بالوصف، راح تفوت على موقع حلبتك وتنزل الأداة أو تنزلها من أي موقع، تعمل عليها بحث في جوجل حلبتك، بس تكتب هيك حلبتك بالطريقة هاي، حلبتك تولز فيرجن 1. مجرد ما عملت عليها بحث بالطريقة هاي بتنزلها من اي موقع. ليش؟ لانه محتكرين تنزيلها لحلبتك. انتوا علي يا جماعة؟ اذا بنزل الرابط عندي راح يضلهم يحذفوا الرابط من عندي، فعشان هيك بدي اسهل عليك الامور انه خلص تنزلوا الاداة، بس تعمل عليها بحث وتنزلها. الأداة مجانية، راح تفتح معك مباشرة بعد التنصيب بالشكل هذا. بعد ما تفتح معك الأداة بالشكل هذا، هي التليفون طبعا مسكر، مباشرة بفك الغطاء تاع التليفون وبشيل البطارية وبرجع البطارية وبروح هون على خيارك ولكم، وزي ما انتم شايفين الخيار محطوط هون مباشرة على FRB على Y7 2019. بروح على Y7 2017 بحطه على 19 مباشرة. باجي على التست بوينت، هي التست بوينت تاعت الجهاز، هيها النقطتين هدول، باجي بحط الجمبر على النقطتين هدول بملقط وبشبك الجهاز USB. أتأكد إني منزل تعريف الجهاز قبل ما أشبكه. مجرد ما شبكته يطلع عندي صوت إنه شبك. بعمل هون ريفرش، أخذ هيك معي الجهاز، بضغط هون ريموف اف ار بي، بنتظر عليه. عمل فاوند، عمل أوكي، هيك خلصنا يا جماعة. شفتوا الحياة ما أحلاها؟ بشيل البطارية برجعها، بضغط تشغيل. هاي هي كل الخطوات اللي بتعملها. كب سوا تعمل ريفرش، بس ايش؟ بتتأكد انه التعريف انت حاطه صح. التعريف تقدر تنزله من تعريف هواوي الاصلي، مجرد ما نزلت التعريف لازم يتعرف لحاله على التست بوينت. خلينا نشوف بعد بيفتح التليفون. طبعا دي يو بي الاكس 3 والاكس 1 نفس الاشي هون، اذا سألت على التست بوينت. وهذا واي 9 زي ما انتم شايفين، واي 9 2019. هلا المفروض يتخطى اللي هي الواي فاي، تخطاها زي ما انتم شايفين، وهيك فتح معنا التليفون. ليت ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ولا تطنش تكبس لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.